مع قرب حلول شهر رمضان، يترقب المصريون السباق الدرامي الذي يتنافس فيه هذا العام عدد من كبرى شركات الإنتاج الخاصة بخلاف ما حدث في العام الماضي. ورغم الشكوك التي ساورت النقاد حول قدرة المنتجين على استكمال أعمالهم في ظل أزمة تفشي وباء كورونا، إلا أن الشاشات أعلنت عن عرض عدد كبير من الأعمال الدرامية على خلاف المتوقع. ولرصد ملامح السباق الدرامي معي الكاتبة والناقدة الفنية الأستاذة علا الشافعي. أهلا وسهلا بحضرتك أستاذة علا. أهلا بك. أهلا بك. خليني ابتدي بسؤال عام، كيف ستؤثر أزمة كورونا على صناعة الدراما هذا العام في رمضان تحديدا؟ هو يمكن كورونا أثرت على الفن في كل دول العالم بشكل كبير يعني، ولكن في مصر وتحديدا فيما يتعلق بموسم رمضان لا تزال الأعمال الرمضانية تصور حتى هذه اللحظة. ما فيش توقف عن تصوير المسلسلات المشاركة، بل إن القنوات العارضة بالفعل تروج للأمهات لهذه المسلسلات. ويبدو إن كان في صعوبة إن هو يتوقف تصوير مسلسلات رمضان. بعض المنتجين أخذوا هذه الخطوة، مثلا يعني زي الصباح، فيمكن هو اللي أرجع تصوير بعض مسلسلاته أسبوعين أو ثلاثة، ولكن استكمل لأسباب، لأن هو كان بمنطقه إن هو ماضي إعلانات وماضي مع قنوات، فما يقدرش إن هو يخلص المسلسل. نفس المنطق اللي هو عند كل المنتجين تقريبا يعني. بس يمكن صادق الصباح اخذ الخطوه دي في بيروت في لبنان، ونظرا كمان هو اعتمد على انه كان في حظر وحب انه يلتزم بقوانين الدوله. بس خلينا نرجع هنا في مصر للمنتجين اللي اصروا على استكمال اعمال رمضان ووجود العمال والفنيين، ويمكن ظهر بعض الفيديوهات لبعض الفنانين بيحتفلوا بانتهاء التصوير باعداد كبيره بدون مسافات، حتى مع مش ملتزمين بالمعايير الصحيه. فده حضرتك بتشوفيه ازاي او كيف تعلقي عليه؟ شوفي، هو الحقيقه الوضع مرعب، وفكره ان كمان اي موقع تصوير او لوكيشن تصوير في مثلا ما يقرب من 200 او 300 بني ادم، دي مساله صعبه جدا. في بدايه الازمه لو تفتكري ونرجع كده شويه لورا، كل طلع اكتر من منتج واتكلم، وكان منهم جمال العد، ان هو هيراعي الاجراءات الاحترازيه، ان هو هيبقى فيه طول دكتور موجود في موقع التصوير. بعض الناس التزموا بهذه التعليمات والاجراءات الاحترازيه، والاخرين لم يلتزموا. وشوفي بقى انت، موقع تصوير بيضم 200 او 300 بني ادم بينتموا لاحياء مختلفه من القاهره، ما بتبقيش قادره تسيطري لو لا قدر الله حصل في عدوى الفيروس. ولكن هي المساله يعني الحقيقه المساله مربكه جدا حتى للمنتجين نفسهم، وتحديدا في هذا الموسم. الموسم ده له خصوصيه عن يعني باقي المواسم في الاعوام السابقه، بمعنى ان هذا الموسم يشهد عوده الغائبين، انجاز التعبير يعني قلته. هو موسم كمان تقدر تقول عليه هو موسم اعاده التوازن الى حد ما لسوق الدراما، بمعنى ان كان في ناس ما بتشتغلش السنوات السابقه او تم استبعادها لشكل او اخر، ورجعت تاني بتشتغل كمنتج منفذ او منتج مشارك مع شركه سينرجي. طب استاذه علا معلش اسمحي لي، هل ده مبرر حتى لاستكمال التصوير في ظل ازمه عالميه؟ يمكن دول تانيه ودول قريبه اوقفت تصويرها نهائيا او ارجئته حتى لشهر ديسمبر المقبل، فهل ده مبرر انه لانه عوده وجوه او عوده منتجين او ناس خرجوا من السوق ورجعوا مره اخرى، هل ده كان مبرر لاستكمال التصوير في هذه الايام في ظل هذه الازمه العالميه؟ شوفي، انا لو بتسأليني على رايي الشخصي، انا كنت ضد ان التصوير يستكمل في هذه الاعمال، وبدعوى انه يعني رمضان وان دي عاده رمضانيه اصيله وان ده سوق الاعلانات وده اكبر موسم للدراما المصريه. انا بشكل شخصي ممكن اشوف ان المساله فيها مخاطره كبيره جدا على كل اللي شغالين في الدراما المصريه، ولكن انا بكلمك بمنطق المنطق المطروح من سواء من المنتجين او من قنوات العارضه للمسلسلات. طبعا يعني طبعا الحقيقه يعني لا قدر الله لو حد كان نجم كبير اصيب بالفيروس كانت هتبقى مشكله كبيره جدا، كان ساعتها هيضطر المسلسل يتوقف بشكل او باخر. ولكن الى يعني خلينا نقول بمنطق انه ما حصلش يعني لحد اللحظه دي، ما حصلش ولم يعلن، فكان في اصابات. يمكن ترددت اشاعه تتعلق بمسلسل منى زكي عن واحده من المساعدات ليها، طلع المخرج وطلعت منى زكي نفوا ان المساله بالشكل ده، وان لا، ان هم بيراعوا كل الاجراءات الاحترازيه، ان هم استعاضوا عن تصوير يعني فكره في مشاهد تم الاستغناء عنها. في مشاهد يعني ممكن تبقى بتضم مجاميع كبيره تم الاستغناء عنها في الدراما. طب خليني اسال حضرتك سؤال استاذه علا،
مين اللي كان مفترض انه ياخد، لو افترضنا انه كانت التصوير يقف تماما، كان مين الجهة المسؤولة عن هذه الصناعة في مصر لاتخاذ هذا القرار؟ مين اللي يقول ان التصوير يقف تماما حتى لحين السيطرة على هذه الأزمة داخل مصر؟ لو انت عايزه مين يقول ان التصوير يقف تماما، كانت المفروض نقابه الممثلين، نقابه المهن التمثيليه، ولكن موقف النقيب اشرف زكي من البدايه كان مع ان هم مش هيوقفوا التصوير وان هم هيتخذوا كل الاجراءات الاحترازيه. فهنا يعني وانا في ظني ان المساله كمان ممكن تبقى اكبر من نقابه المهن التمثيليه، ان انت كنت محتاجه قرار ملزم من الحكومه نفسها، ولكن ده ما حصلش، يعني ما حصلش بقى لاسباب او لاخرى. فانا وشفت الموقف النقابه كان موقف مرتبك، يعني حتى البيان اللي اصدره اشرف زي الدكتور اشرف زكي في توقيت بعد الازمه مباشره كان بيان مرتبك جدا، لان هو في نفس الوقت خايف يتحمل مسؤوليه لو حد اصيب، وكمان ما مش قادر ان هو يقول بشكل حاسم وقاطع هنوقف التصوير. فطبعا المساله كانت مربكه لكل الاطراف، وانا بشوف ان للاسف هي سطوه راس المال اكتر او السيطره بقى اكتر، ان انت الانتاج ده لازم هيكمل والمسلسلات لازم هيكمل تصويرها لان في عقود اعلانيه موقعه والخ الخ الخ كل القوائم بتتردد، فاستمر تصوير المسلسلات. بس انا هقول لك، انا شفت يمكن موقع تصوير مسلسل يسرى خالد علي، كان في مراعاه كبيره لفكره الاجراءات الاحترازيه، بيراعوها فكره التطهير والتعقيم بشكل منتظم، ده ما يبررش قوي، بس هو الحقيقه زي ما احنا بنقول كده بالعاميه المصريه نص العام ولا العام كله. في نفس السياق، المجلس الاعلى لتنظيم الاعلام كان اخرج بيان يوم في 14 ابريل 2020، واتكلم على دور او شكر صناعه الدراما في الفتره الحاليه، واتكلم على شهر رمضان الكريم. المجلس قال ان الظروف المحيطه بالشهر الكريم ونسب المشاهده المضاعفه لهذا العام بسبب الاجراءات الاحترازيه اللي اتخذتها الدوله للحد من انتشار فيروس كورونا تجعل من وسائل الاعلام السبيل الرئيس للحصول على محتوى ديني واخلاقي يفي بالاحتياجات الروحيه للشهر الكريم. حضرتك بتشوفي هل هو ده دور الدراما، وسائل الاعلام ان هي تقدم محتوى ديني واخلاقي ونبعد عن السفه والتتفيه كما جاء في معرض البيان والابداع والابتعاد عن الاسفاف؟ هل ده دور السينما، صناعه الدراما، هل ده دورها؟ بصي انا بقى لنا يمكن اكتر من سنه يعني في بتلاقي بيانات كده بتطلع، وفي جزء منها المجلس الاعلى للاعلام وجزء منها المجلس القومي للمراه، جهات اخرى متعدده جدا بتتكلم عن الدراما ودور الدراما، وان هي المفروض يكون ليها دور توعوي اكتر منه، والمفروض يبقى في مراعاه للمعايير الاخلاقيه. انا بشكل شخصي، لان انا يعني انا بشكل شخصي بشوف انه ده تعسف، ومش المفروض يبقى احنا المفروض نلاقيات للناس اللي بتشتغل في الابداع. ما ينفعش الحقيقه واحنا في هذا التوقيت اللي احنا بنتكلم فيه، وزي ما حضرتك بتقولي اللي هي منصات مفتوحه والناس بتتفرج على اللي هي عايزاه، ان انا هقعد اتكلم ان انا عندي مشهد فيه كام سيجاره في ومشهد فيه كام حد بيتكلم الفاظ طاقه ليهم هم بيشوفوها ممكن نابيه. انا بشوف ان الابداع عاده هو يا ابداع جيد يا ابداع سيء، يعني انا يا بعرف عمل فني جيد يا عمل فني سيء. بدي الحريه الكامله للمبدع. وبالمناسبه في كل حد جوه من اللي بيكتب بيبقى عنده عارف ان هو في سقف، لان دي دراما داخله البيت، هو عارف حدوده ممكن تبقى ايه. فكره ان انا بزود ده كمان عليهم، ان انا بقعد بعمل كتالوج كده، مفيش دراما بتتعمل بكتالوج ولا عارفه انت كده زي ما انا دايما بسميها فكره. زمان كان عندنا كتاب المطلع الرشيد اقول لك اغسل يديك قبل الاكل اعمل جلاكة، في الحاجات اللطيفه دي. فانا مش ممكن الدراما هتمشي بنفس المنوال ابدا ابدا، ولا بكتالوج اخلاقي وديني. عايز تنتج اعمال توعويه، ده دورك على فكره كدوله ان انت تعمل هذا اللون من الدراما، انا مش ضده، ولكن ادي مساحه للاخرين ان هم يشتغلوا بحريه وبراح، وانا كمشاهد بقى انا اللي هختار. انا عايزه الدراما اللي هي معلبه دي وكلها عظه وكلها اخلاق، او انا عايزه اتفرج على دراما بتشبهني من الواقع اللي انا عايشاه. ما هو الواقع مش بهذا التعليب على فكره خالص. مش بهذا التعليب اللي هم بيحاولوا يقنعونا ان هو موجود فيه. طيب. لكن انا يعني انا بشوف كدوله انت عايزه تنتجي افلام او مسلسلات ليها علاقه بدراما بتزيد نسبه الوعي، ده مهم على فكره وموجود في كل الدنيا، مش موجود، ولكن اعمله انت ولكن لا تفرضه على الاخر. ده بالنسبه لي انا. استاذه علا الكاتبه والناقده الفنيه، شكرا جزيلا للمشاركه معنا.